أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين أن الله كتب المقادير مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ؟ هذا عنه جوابان يا أهل العلم. الجواب الأول أن معنى ينسأ له في أجله يعني يؤخر له ويمدد له في أجله، أن معناه أنه يبارك له في أجله، يجعل الله عمره مباركا في الطاعة فيكون كالعمر الطويل وإن كان قصيرا للعمل الصالح. والقول الثاني وهو الصحيح والله أعلم أن المراد إن هذا تأخير مبني على سبب، أن الله قدر أن يطول هذا العمر على سبب يفعله هذا الشخص، فإن وجد السبب وجد طول العمر، وإن لم يوجد السبب لم يوجد طول العمر، مبني على سبب، جعل صلة الرحم سببا لطول العمر، فإذا وجدت وجد المسبب وهو أن الله يمد في عمره ويطيل عمره، وهذا تقدير مبني على سبب، وهذا هو الراجح، أرجح الجوابين هو هذا. نعم، لأن هناك من المقادير ما قدر على أسباب، إذا وجدت وجد المسبب وإذا لم توجد لم يوجد المسبب.